فكرة الأمن الغذائي دي تحتاج قرارات، زي ما احنا بنقول في شوية ممارسات سلبية وشوية جشع وشوية تصرفات بتحصل في كل أزمة وعارفينها وفاهمينها وأعتقد قادرين نتجاوزها، لكن كمان في قرارات من الدولة بتحصل تظبط الأداء. من ضمن القرارات اللي الناس كلها فهمت وسقفت وقالت برافو، القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول المدشوش ووقف تصدير الدقيق، المكرونة بجميع أنواعها لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية. القرار ده معنى إيه؟ بطبيعة الحال كده إحنا فاهمين الثلاث سلع دول بالنسبة لنا إيه؟ وإيه فايدة القرار ده بالنسبة لنا؟ تعالوا نسأل ونفهم التفصيلة دي من الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة. دكتور مصطفى مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذة دينا، إزاي حضرتك يا فندم؟ الأول ده قرار الناس كلها فهمته على طول كده، خلي احتياجاتنا عندنا، صح كده احنا فاهمين مظبوط ولا لأسباب أخرى؟ لا صح، هو طبعا كل دول العالم يا فندم بتتجه لهذا الاتجاه، وعايز أطمن حضرتك إن القرار ده بيساهم في زيادة المعروض. يعني هو الحمد لله أنا طبعا متابع لحضرتك بحديثك مع الدكتور المحادثة السابقة، وده اللي بيقول لنا إن احنا كمان المعروض عندنا يعني بيكفي السوق الداخلي، ولكن كمان علشان التخوف أو فقدان الثقة من بعض من يعني المواطنين إن يكون فيه غلاء فاحش، وطبعا أنا عارف إن ده استغلال من بعض من الناس. طبعا استغلال ليه؟ لأن طبعا بيستبق الحدث فبيرفع الأسعار ارتفاع كبير. حضرتك تفضلتي دلوقتي وقلتي طب البورصات العالمية كلها الأسعار نزلت، ده شيء مطمئن. طب انتوا بتغلوا قبل ما احنا كمان يكون في اثر علينا، يعني احنا بنتكلم على التجار اللي هم بيستغلوا المواقف. ده حقيقي. اذكر حضرتك في امر هام جدا، كورونا اللي هي اصعب من اللي احنا فيه دلوقتي، كورونا دي العالم قفل يا فندم، قفل الدول قفلت على بعضها بالظبط، وما كانش فيه طيران وما كانش فيه محاصيل، وطبعا ما كانش فيه مراكب بتوصل لبعض من الدول. طب واقول لحضرتك بقى وما حسيناش بالطفره الشديده دي في الاسعار وقت الكورونا برضو، صح؟ ليه اللي حصل المره دي؟ اشكرك ولا حاجه، هو استغلال يا فندم علشان يحركوا الناس، وبعدين يقول لك اصل احنا داخلين على ان يكون في تاثير في بعض من السلع او في تاثير، رغم ان يا فندم الدقيق موجود. رفعوا الاسعار ارتفاع مخالف للواقع، يعني عارفه حضرتك لو الواقع بنتكلم الارتفاع يكون 5% ده بتتعدى توصل ل 20%، ده يعني كلام خارج عن نطاق المنطق خالص. واللي احنا بنتكلمه النهارده ان الدوله عندها سياسه واضحه، والرئيس بنفسه اتكلم اكتر من مره احنا بنعمل امن غذائي لمصر مش عشان شهر ولا اتنين، لا بل 6 شهور وال7 شهور في بعض من المنتجات. وبعدين النهارده وزيره التجاره والصناعه لما اصدرت القرار ده يوم 11/3 قالت لي 3 اشهر، يعني ال 11/6 الجاي، يعني احنا هنعدي موسم رمضان كمان واكثر من كذا كمان، عندنا وفره سلع نقدر نديها نمنحها من التصدير فنزود المعروض فالاسعار تنزل. بالظبط. والنهارده البورصات الاسعار تنزل. ممكن اقول لحضرتك على خبر سريع بس، روسيا واوكرانيا النهارده فندم بتبحث عن اسواق تبدلها القمح والدقيق والسلع لانه هيبوظ، مش كده؟ بالظبط كده، وعايزه تحصل على مال. فبيسرعوا يا فندم يضخوا في الاسواق في العالم ويخرجوا من عندهم من المنتجات، فحقت الاسعار تنزل. الاسواق دايما يا فندم بيحكمها امور غير امور بتاعت الاشخاص. بالظبط. الاسواق دي الناس فيها بتضارب وطبعا بتستغل الفرص، البترول طلع ل 130 دولار النهارده نزل تاني. الغاز نفس الحكايه، القمح، الذره، الشعير، كل ده النهارده الاسعار بتنزل. الطمأنينه بتاعت الدوله يا فندم بتقول للناس ده انا عندي معروض. طب انا عايز اسال حضرتك يا دكتور، اصل في حاجه فعلا مش مفهومه، احنا ليه متروكين لقرار الراجل اللي قرر انه انا لما اشتري تاني هشتري غالي؟ اولا ده ما فيش اي حاجه خبر بيؤكد انك لما تشتري تاني هتشتري غالي، وثانيا هو هل من حقه يغلي كده في المطلق من قبل ما يحصل اي ارتفاع في المواد الاوليه اللي بيعمل منها اي حاجه، وخصوصا احنا بنتكلم عن رغيف عيش مثلا؟ هقول لحضرتك هذه اليات السوق الحر. السوق للاسف النهارده والدوله ما بتتدخلش، الدوله بتدخل سياسه فندم تزود المعروض. وبتعمل معارض زي ما حضرتك بتشوفي كده، احنا في معرض كان اللي هو معرض اللي كان هيبتدي في اخر شهر مارس اللي احنا فيه ده عشان اهلا رمضان،
الدولة بدرته، الناس ما اتكلمتش عنه. المعارض ده فندم بتدي أسعار أقل من السوق الحد الأدنى 20%. وبتدي بكميات زي ما أنتم عايزين. فالناس بص يا فندم عشان تلحق تصارع قبل المعرض ده راح ترفع الأسعار. طب النهارده الأسعار ابتدت تتحرك في الأسواق في العالم بتنزل. علشان كده تلاقي دولة رئيس الوزراء بالأمس اللي هو في المؤتمر الصحفي اللي عمله ابتدى يشرح للناس ويقول لهم خلي بالكم أنا عندي معروض زيادة وهعمل إحكام رقابة صارمة. دقوت الناس، دقوت الشعب. زي ما بيستغلوا كده فندم الإشاعات، وبعدين بقى الصوت الإيه؟ أنت عارف حضرتك صوت القنوات اللي هي الشاذة والبعيد اللي هي دايما بتتحكم في الآلة الإعلامية اللي لا لا أنا صدقني يا دكتور مش قلقانة من القنوات ولا الكلام الفاضي بتاعهم ده، قلقانة من الاقتصاد اللي على القهوة ده، في اقتصاد الناس قاعدين على القهوة. ما هو ده فندم. زي الدولار، فاكرة حضرتك الدولار الدولار رايح مش عارف ل 200، الدولار رايح ل 20، الدولار رايح ل 30، وقعدوا يقولوا فتحصل أزمة وتحصل أزمة في السوق، وبعدين في الآخر طب النهاردة الحمد لله الدولار في عز أزمة كورونا يا فندم والاقتصادات في العالم توقفت، الدولار كان ثابت. وما عندنا سلعة في السوق كانت مش موجودة خالص. أنا بشكرك. وكان عندنا البنزين كان موجود، السولار كان موجود. الحمد لله الناس مش عايزة يا فندم إلا تطمن. خلي فعلا قيادتكم زي ما حضرتك تفضلتي كده واديتيني مساحة إن أنا أتكلمك وأقول لك الاقتصاد شكله إيه. حضرتكم دايما ابرزوا هذا الدور، ما تخافوش يا جماعه، ما تتكلفوش على السلع، مش هتاخدوا اكتر من طاقتكم. صدقوني ورمضان الحمد لله ان شاء الله هيعدي ويخش بسلام على الناس، ودي طمأنينة. انا بشكر حضرتك عليك. انا بشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدره، كلام واضح وصريح ومطمئن. وهو الحكايه احنا مش قلقانين، هو فيش حد طبيعي يقلق. احنا متضايقين من ممارسات، متضايقين من استغلال، والاستغلال ده يحط كده علامات استفهام. والحمد لله احنا كده داخلين على شهر رمضان، يمكن الناس ايه تبتدي تتوب وتفكر، لكن بيحط علامات استفهام اصلا عن فهمنا ووعينا بالحلال والحرام. هو فكره ان انا بخزن دلوقتي سلع ولا بغلي دلوقتي سلع، ده مش ماليش دعوه، انا مش هتكلم انا في الحلال والحرام، ماليش دعوه، بس انا بقصد اقول النزاهه بتقتضي بعض الحاجات اللي تقول ان في وقت الازمات دي المسؤوليه المجتمعيه بقى اللي بنتكلم عليها. اللي قادر عليه مسؤولية مجتمعية غير الشخص المتوسط الحال، غير الشخص الفقير، كلنا علينا مسؤولية مجتمعية، كل بحسب طبقته وكل بحسب موقعه. فالدولة عليها مسؤولية مجتمعية حقيقية دلوقتي، الضبط والرقابة وعدم السماح لده بزيادة المعروض أحياناً ما بيبقاش هو الكافي، لكن كمان الرقابة الصارمة. الأشخاص والتجار عليهم مسؤولية مجتمعية، الأفراد عليهم مسؤولية مجتمعية. معلش اتعب شوية، معلش دور على بدايل، معلش نزل ولادك معاك السوبر ماركت وخليهم يتعلموا يختاروا البديل الجيد الأرخص سعراً. مش عيب خالص يا جماعة، مش عيب أبداً، ما تحسسوهاش إن أنا لو عملت كده في ولادي هبقى حرمه من حاجة أبداً. المتوسط الحال عليا مسؤولية مجتمعية إن أنا هستغنى شوية عن الرفاهيات لأنه ده اقتصاد ظروف صعبة. الفقير الحال هشتغل أكتر وهشتغل بضمير أكتر وهطلب حقي أكتر في أجر عادل، لأن دي مسؤوليتي كمان دلوقتي. كلنا علينا مسؤولية مجتمعية.